شكرا بعدا سي علاء، هذا اول خروج اعلامي ديالي. كنشكركم بزاف. معك بدر جوهري، من مدينه الدار البيضاء. كنت كنخدم في لابونك، وهذه واحد 3 موا حبست الخدمه ديالي. كنت ديجا شاركت في البرنامج ديال الكوميديا ديال 2011، وكنت تعزلت انني باش ندوز معاهم في البلاطو في التلفازه، ولكن الاكاديمي ديال الكوميديا كانت في لا فورماسيون ديال لي كوميديان كتاخذ 3 موا، وانا ديك الساعه خدام في لابونك ما نقدرش نبتعد على العمل ديالي. دونك كان عندي اختيار، يا اما نرجع للعمل ديالي يا اما نكمل في كوميديا، ولكن جي ابوندوني ورجعت لابونك. من مورا البرنامج ديال الكوميديا شاركت في البرنامج ديال ستاند اب، الحمد لله جاب الله التيسير عزلوني انني ندوز مع المتابرين، ولكن انا كان شدني ستريس بزاف، كنت مخلوع سكيفي جي با بيان ليفري مون سكتش. زعما واخا يكون السكتش ديالك مزيان، الا ما كنتيش نتايا مبهوج وفي نهارك ما غاديش داك الشيء توصلو مزيان. الحمد لله تفكر تعرفنا على اصدقاء بزاف ولا دي كوتش مزيان، تجربه زوينه الحمد لله. لا فيديو اللي دار البوز نهار الجمعه سيدي، جا عندي الصديق ديالي فتيح محمد فتيح الكوميدي الجميل، تغديت مع الوالده صور لي لا فيديو. نورمالمون انا كندير في لي فيديو ديالي غير 1 مينوت، هو قال لي لا زيد، درت 2 مينوت مونطاها ليا. قلت ليه سي فتيح واش صليتي العصر؟ قال لي لا. قلت ليه اجي نصليو. سالينا رجعت لقيت التليفون ديالي ما شاء الله، كلشي كيبارطاجي، كلشي كيسول، كلشي باغي يدوي معايا، كلشي كيدعي معايا، كلشي كيشجع فيا. الحمد لله كان اكبر كادو من عند الله سبحانه وتعالى العيد ميلاد ديالي في هذا اللي جاي في راس العام. الحمد لله عجبني الحال بزاف. نقدر نقول لك السي علاء انا راه ما تنعش بالليل بكثره الفرحه، بكثره كلشي كيدعي معايا، كيعيطوا لي ناس من جميع الميادين من جميع الشرائح المغربيه. الحمد لله كنت دائما كنلوح دي فيديو كيشوفوهم لي زامي ديالي 5000 صديق اللي عندي في الفيسبوك وصافي. اما هذا البوز هذا الحمد لله ما توقعتوش، الحمد لله والشكر لله ما توقعتوش. انا اختاريت الفرنسيه حيت هي اللغه ديال سوق العمل، واللي دايره عقده للمغاربه بزاف. كتلقى الولد كيكتب الفرنسي مزيان والبنت كتكتب الفرنسي مزيان كيفهمها مزيان، ولكن خصنا ان غوتور، خص الحاسه ديال النطق، خص داك اللي يهضر معاك يسمعو انت. دونك في مخارج الحروف عندنا واحد 7 ديال الحروف اعداء خصنا نتعاملوا معاهم مزيان، الا نطقناهم مزيان غادي تفك لينا ديك العقده. خصنا نحبوا اللغه الفرنسيه باش تحبنا ونعطيها لهم بالضحك تماما، باش كومسا الى السيد مشى مثلا يخدم غيكونوا عنده اجتماعات بالفرنسي، غادي يمشي يتغدى مع ناس غداء عمل وعشاء عمل كيطلبوا الماكله بالفرنسي، خصو يكون عارف شنو كاين في الموني اللي هو المينو. فوالا يقدر يتم غادي الفرنسا، غادي يهضروا مع ناس في المطار في فرنسا، تابعوا كومون ديراج لونتروتيان ديال الفيزا. راه تقدر كاع السي علاء تكون غادي انت واحد البوغوس بداوي مغربي واحد فرنساويه انت عجبتيها، دونك تقدر تتعامل معها تدخل الاسلام كاع تجوج بها بالفرنسي. انت ما عندكش فرنسي راه غادي يكون والو. الفرنسي هي الكارطه ديال وليدات عائله باش تخدم مزيان، خصك تكون كتكومونيكي بها مزيان، لان هي اللي غتنفعك في الخدمه ديالك. هذا الشيء اللي اختاريته، بغيت كاع الناس انا لا بوبولاسيون اللي كنت نهضر معاهم الدراري لي باشولي، حيت دابا راه ما كنهضرش على مثلا كما كنقولوا امي زهره خالتي حليمه، هذوك الناس كانت عندهم ظروف ديالهم ما مشاوش ليكول مساكن، دونك الا قالت لك هي البرمسيون ولا الفيرما ماشي مشكل، ولكن كيبان لك واحد الدري كيقطر بالزين الكيراتين وتبارك الله عليه وكيقرا مزيان، ولكن الفرنسي ما عندوش، دونك راه بحال واحد التليفون ما فيش الكونيكسيون، ما فيش لي زابليكاسيون. هو بزاف ديال الكلمات تفاعلوا معاهم الناس لانهم راه تيشوفوه في لو كوتيديان ان الانسان كينطقهم بحال هكا. بحال كنقول شريت اون فواتور طوموبيل فيها زاج ولا جاج فومي، ماشي جاج فيمي، هذاك جاج فيمي راه باينه مضبب واخا تكون يلاه غاسليه، يلاه غاسلو تو فوا خويا الزوين. جونغ غنمشي نجيب الريسيبيسي، لا سميتو الريسيبيسي. دونك خصك تثق في راسك بحال اللي عندك 48 الف ريال وكتحكم في غاليليو والمعارف، وتثق في راسك وتكلم فرونسي، هادشي اللي كاين ان شاء الله. وباذن الله الجزء الثاني من لا فيديو غادي لوحة نهار الجمعة غدا إن شاء الله على الساعة 5 مساء، والله ما يسر. بالنسبة لي عندي موهبة ديال الكتابة في النصوص الفكاهية، كنت عامل مع رشيد رفيق الصديق ديالي، كنكتب ليه، كنكتب لرشيد رفيق اللي من البرنامج ديال الكوميديا فين تعاملت معاه، وكاع لي سكيتش ديالو ولا لي دو وان مان شو ديالو
تعاونت معاه فيهم بزاف وكتبت ليه كتبت ليه النويطات ديالي بزاف الحمد لله. راه خويا رشيد راه غادي مزيان. كاين الاستاذ ويا حوتا ويا فرتوتا اللي فرحت لي اصلا هو ولد دربنا غادي يمشي يلعب واحد لو سكيتش عند طاليس الحمد لله صوبت ليه واحد لو سكيتش مزيان. واي كوميدي من هذا المنبر كنقول مرحبا بك حتى جيتي شي حاجه مرحبا راه ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي. لا ما تيخلصونيش وانا ما كنقولش لهم خلصوني خصهم يعيقوهم وكاين حتى ما عاقوش ماشي مشكل لا خصاتهم هما شي حاجه انا نعطي لهم الدنيا هانيه ماشي مشكل. شكرا وتبارك الله عليكم والله يكمل عليكم بوناني المغاربه كاملين الله يفرحكم ميور فو وتشيقوا غدا راه زوين لان الله كبير والفضل ديالو كثير. تبارك الله عليكم.